خارقه محدش يقدر زي ما نفسي ابقى زي ازاي يعني اقدر دكتور ازاي تبقى شبهه يعني نفسي ابقى زيه زويده بتتفرج على ايه؟ سبايدر مان يا بابا نفسي ابقى زي يا بابا عنده ست قوة خارقة ما ينفعش يا ابني يبقى زي ده كرتون احنا بني ادمين ما ينفعش طب بص هو الحاجات دي ما ينفعش احنا نعملها طب وينفع تجيب لي بدل سبايدر مان؟ ماشي ان شاء الله اجيب لك حاضر انت بتحبه؟ اه هو بيعمل ايه بقى؟ بيجي يصير ويعمل سلك كده بس كده؟ اه بيبقى كتير ماشي هجيب لك زيه والله ايه ده الحركات اللي بتعملها دي في ايه؟ سبايدر هو قال سبايدر سبايدر ايه يا ابني ما احنا قلنا الحاجات دي مش بجد يا ادم عادي وعمال سامعك عمال تغلس على اختك برضه عمال العب عادي قال سوى سبايدر اصلا هجيب لك حاضر والله البدله هروح الشغل ولا جايب الشغل اجيبها لك ماشي تنسيش البدله ماشي حبيبي اجيبها لك ماشي هروح على الشغل دلوقتي ماشي جبت لك البدله اللي انت نفسك فيها الله الله تريحنا من الطلبات بقى شكرا بقول لك ايه؟ ايه؟ تلبسها وما تقعدش تعمل لي الحركات اللي انا قلت لك الحاجات دي مش حقيقي ماشي انا جايبها لك عشان تلبسها بس تقعد بيها عشان انت عايزها ماشي ما تقعدش بقى تتنطط وتطير على الحيطه والكلام ده مش بجد ماشي الكلام ده في الكرتون بس ماشي؟ ماشي اه تلبسها بقى يلا بدلة حلوة الله ده انا زيه الله ايه ده؟ ايه يا بابا؟ بس البدلة؟ اه امال انت ايه كنت بتتشعبط انت؟ مش احنا قلنا حاجة ده من الحاجات دي كرتون بس يا ادم؟ انا جايب لك البدله عشان تقعد بيها كده ساكت في البيت عشان انت كان نفسك فيها تقعدش بقى تتنطط على الحيطه عشان احنا قلنا الحاجات دي مش بجد ماشي ماشي حلوه البدله جامده عليك ماشي. يلا اقعد بقى ابقى العب مع اختك بقى ماشي
في ايه مالك؟ وقعت على رجلي. وقعت فين يا ادم؟ وقعت هنا يا ابني. انا مش قلت لك ان الحاجات دي ملهاش يا ابني؟ رجلي ممكن اقف عليها كده؟ مش قادر؟ مش قادر. استنى طيب يا دكتور. رجلي. استنى انام هنا يا دكتور. السلام عليكم. يا دكتور، والنبي دكتور، الولد وقع رجله، عايزك تيجي تبص عليه بعد اذنك. معلش تعبينك معانا. معلش يا دكتور. ماشي ماشي ماشي، في انتظارك يا دكتور. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. رجلي. ربنا يستر يا ابني. ما انا قلت لك يا ادم بلاش يا ادم الحركات بتاعت سبايدر مان دي يا حبيبي. رجلي، ما انا ما اعرفش. تعرفش ايه يا ادم؟ انا منبه عليك يا ادم. اهو استنى الدكتور جاي في السكه. ربنا يستر ما يكونش فيها حاجه. مش حاجه، ان شاء الله خير. هنبص عليه دلوقتي وهنطمنه عليه وان شاء الله مفيش حاجه. انت بتشتكي من ايه؟ من رجلي. فين؟ في انهي حته؟ هنا. رجلي. وريني كده، افرد رجلك. معلش، بالراحه بالراحه. توجع قوي. توجع هنا؟ لا لا، ان شاء الله خير، مفيش حاجه ان شاء الله. هي كدمه بسيطه يعني، الحمد لله مفيش كسر ولا حاجه. كدمه بسيطه. بصي، هو طبعا احنا ما ينفعش طبعا يا هو عشان لابس لبس سبايدر مان نفضل نتنطط بيه ونجري على الحيطه ونعمل حركات سبايدر مان دي. طبعا ما ينفعش. احنا بابا حتى لو جايب له لبس سبايدر مان عشان يتصور بيه، عشان يلعب بيه بالراحه كده، ما ينفعش يتنطط بيه على الحيطان وكده، صح؟ بس هو الحمد لله ما فيش كسر يعني، هو هي كدمه بس بسيطه متقطعه، وان شاء الله خير. هنديله دلوقتي ابره كده تسكن معاه الالم بس، وان شاء الله خير يعني، مفيش حاجه. ماشي خلاص، مفيش حاجه ان شاء الله يا حبيبي. رجلي. ناخد ابره كده خفيفه. لا، الابره بتوجع. لا مش هتوجعك، ما تخافش. تعالى كده بس كده. رجلي. بس بس، خلاص 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 خلاص. الف سلامه عليك يا حبيبي.